انتشرت في الآونة الأخيرة رسم التاتو والوشم على الجسد، سواء في الذراع، في اليد، في القدم، في مواضع من جسد الإنسان. وهذه المواضع لا شك أن الإنسان يحتاج إليها في وضوئه وطهارته، حتى لو في جسده، في الغسل، في الأعضاء العادية، في الوضوء. فهل يصح وضوء وصلاة من توضأ وصلى وعلى جسده وشم أو تاتو؟ وهل هناك فرق في الحكم بين التاتو الثابت والتاتو المتغير أو الذي يزال؟ هل تصح الصلاة به أم لا؟ هذا ما نجيب عنه بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يكثر سؤال الناس عن قضية متعلقة الآن حديثا في الواقع الذي نعيشه، متعلقة بالزينة سواء للرجل أو المرأة، وهي قضية التاتو أو الوشم الذي يوضع على الجسد. طبعا هناك نوعان من التاتو، أو التاتو يعني أصبح سمى التاتو أو الوشم، نوع مؤقت ونوع ثابت أو دائم. النوع المؤقت الذي يوضع ويزال سريعا، وهذا لا يبقى على الجسد ولا يدوم، هذا حكمه يعني إذا طبعا يعني أجيز. طبعا لأن الوشم الذي حرم، العلماء ذكروا في أسباب تحريمه أنه لأنه بيغرز في الجسد والدم ويتجمد، ثم توضع مادة إلى أن تجمد ثم يتحول، وقالوا ده بيتحول إلى نجاسة. هنناقش القصة دي. الذي التاتو الذي يوضع ويزال، بتكلم على عصر الحديث، لم يعد الآن الوشم كما كان من قبل، أو التاتو بنفس الطريقة، غرز بالإبرة وغيره، لا بأجهزة ليزر أو غيره يعني، فأصبح أيسر في الأداء نفسه وليس في الحكم، الحكم قضية أخرى. التاتو الذي يزال نفسه، الذي يوضع ويلصق ويزال، هذا لا شيء من باب الزينة يتعلق بحكمه بحكم الزينة به. إن إذا لم يتعلق بشيء محرم شرعا، أو شيء يعبر عن معتقد محرم، زي لو واحد هيحط تاتو صورة صنم معبود مثلا، لا، معناه حرم لهذا الأمر. زوجة وضعت تاتو للزوج بشكل معين وهو المؤقت بإذنه، خلاص يعني هناك من أجاز من العلماء ونحن مع المجيزين في هذه المسألة. فالتاتو الذي يزال هذا حكمه لا شيء فيه من باب الأمر، ولا أيضا من باب الصلاة، لأنه وقت الصلاة أصلا بيكون أزيل، فالإنسان بيتوضأ أو كذا، وليس عليه أثر لهذا المادة بالأساس. يعني زي بالضبط الحنة، لأنه لا يختلط بالجسد، خلاص أزيل انتهى. النوع الآخر وهو الوشم والتاتو الدائم، الذي يظل فترة طويلة أو يظل على جسد الإنسان إلى أن يموت أو إلى أن يزال بمادة صعبة، هذا النوع بناء على حكمه اختلف العلماء، اختلفوا في الحكم نفسه فيما بعد، لكن إنه الحكم فيه الحكم الشرعي أنه غير جائز شرعا، واستدلوا بذلك بالحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل الوشم، المستوشمة التي فعل لها الوشم. ومعروف الوشم والتتول هو الدائم، اللي هو حاجة في الجسد وتظل موجودة في جلد الإنسان، كانت قديما بتوضع أو بتتعمل بطريقة بغرز بالإبرة تحت الجلد إلى شكل معين، ووضع المادة إلى أن تصبح جزءا من الجسد. العلماء جمهور ما حكموا أن هذا النوع نجاسة، ونجاسة تظل في الجسد. وطبعا مسألة التحريم أنا عندي فيها وقفات، يعني الأسباب التي حرم لأجلها العلماء الوشم، الحقيقة هي كانت مرتبطة بزمن معين، الأسباب وليس الحديث ولا الحكم نفسه. الحديث والحكم نفسه يحتاج إلى إعادة تأمل في الحديث في إطار مستجدات كثيرة فيه، وإلا ما الحديث فيه ولعن الواصل النامصة والمتنمصة، وهناك من العلماء من عرف النمص بشكل آخر أو برأي آخر، وإن النمص إذا كان بإذن الزوج كما عند الحنابلة جائز وغيرهم. المهم لن أناقش هنا قضية الحكم في الوشم، هذا ليس يعني موضع الحديث، ولكن أنا بقول إن العلماء لما قالوا حراما لأصل علة وتغيير خلق الله، وإنه للضرر، وإنه للألم، وإنه لوجود نجاسة، وطبعا كل ذلك أصبح
في زماننا المعاصر ليس كما كان من قبل، اتغير الوشم والتاتو الثابت إلى شكل آخر على غير ما كان من قبل، فهل ستتغير نظرة الفقهاء لحكمه؟ ما أعتقد المسألة تحتاج إلى مراجعة في هذه المسألة حتى يتضح لنا الموقف. طيب، اللي عمل تاتو ولا وشم عشان يزيله مسألة صعبة، لأن الإزالة بتكون بسلخ الجلد أو بمية نار أو بكذا، الوشم القديم. التاتو لا أعلم كيف يزال أيضا، أعتقد أيضا بيبقى من الصعوبة بمكان. هنتكلم على الوشم اللي هو بالطريقة القديمة اللي فيه النجاسة واللي فيه كذا، اللي قال عنه الفقهاء ده ماذا قال فيه الفقهاء؟ الفقهاء قالوا إذا كان يصعب على الإنسان إزالة مثل هذا الوشم فعندئذ يجوز له الطهارة والوضوء والصلاة به، لأن الإزالة أمر يصعب عليه. وقالوا ده زي بالضبط كأن إنسانا التصق بجسد شيء من النجاسة، واحد يعني زرع له صباع أو عظمة أو شيء في جسمه أو سنة وثبتت في الجسم وبقت أصبح صعب أن أنت تزيلها. قالوا إذا لا يعني لا يمكن في هذه الحالة إزالة هذا العضو، فإذا تصح به الصلاة والإمامة، ويكون إمام حتى. فمن كان عنده وشم أو كذا إذا يصعب إزالته فعندئذ تصح وضوءه وصلاته وعبادته به، طبعا مع وجوب عليه أن يتوب من ذلك، إذا تاب، إذا أعلم بتوبته من هذا الفعل الذي حرمه العلماء بناء على النص النبوي، يبقى عليه أن يتوب ولا يجب عليه إزالة هذا الوضوء. ذكروا الإمام الشربيني في مغني المحتاج، وذكروا الحنابلة في بعض كتبهم، وذكروا ابن عبدين في حاشية من الأحناف، إلى آخر هذا الرأي الذي بيّنه العلماء في هذه المسألة. إذن السؤال عن حكم صلاة أو إمامة أو الصلاة كمأموم لمن على جسده وشم، هل تصح الصلاة به والوضوء أم لا؟ الوشم والتاتو كما ذكرنا ينقسم إلى نوعين، ثابت ومتحرك وغير ثابت. غير الثابت خلاص حكمه بينتهي، لأنه غير ثابت على الجسد، فهذا الإنسان بيتوضأ وليس موجودا على الجسد، فهذا أمر لا مانع فيه إذا كان هذا النوع من الجائز أن تستعمله، اللي هو الوشم نفسه. لأن الوشم في كلام للفقهاء كثير جدا والرأي الشرعي على التحريم لعدة أسباب طبعا تحتاج إلى المراجعة، لكن النص النبوي ثابت ولكن معناه في موضع نقاش في المسألة. لكن جمهور الفقهاء على تحريم هذا النوع من التزين اللي هو الوشم. الآن أصبح التاتو والوشم بشكل آخر، طب ده المتغير الثابت، عرفنا الحكم الشرعي، لكن ما حكم الصلاة به والوضوء به؟ هذا إذا كان يصعب على الإنسان أن يزيله وقد تاب منه، يعني تاب إني ندم على هذا الأمر وتاب إلى الله عز وجل، لكن ما يقدرش يزيله، لأن الإزالة بشيء فيها سلخ للجلد أو بمادة كوية أو بشيء يصعب عليه وفيه ضرر، يعني الحق ضرر به، عندئذ قال الفقهاء بأن صلاته ووضوءه وعبادته صحيحة، لأنه أصبح جزءا من الجسد وأصبح يأخذ حكم الجسد، كما مثلا زرع كلية من خنزير، الخنزير نجس، طيب ولكن أصبحت جزءا من الجسد، هو جسمه جسمه بقى إيه؟ أو رقع الجلد بجلد خنزير مثلا، يعني أو بالقرنية أو بأي شيء من عضو نجس وأصبحت جزءا من جسدي، هل في هذه الحالة عبادته تصح أم لا؟ نعم تصح في هذه الحالة، أنه أصبح هذا الشيء النجس جزءا من جسد الإنسان ولا ضرر ولا ضرار، وأصبح من المتعذر عليه أن ينزعه عن جسده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ويكون في ديننا، اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.